شيخ عرب همام، انا ليه عندك طلب ورجاء. تحت امرك يا هانم، امري. انا حرم عثمان بيك الفكاري. يعني حضرتك مش من حريم علي بيه؟ بعد هروب عثمان بيك اخدني اسير عنده. وطلباتك ايه يا هانم؟ تعتقني من علي بيك واكون مدينه لك بالفضل ده طول عمري. لا حول ولا قوه الا بالله. فضل حضرتك مطرحك ضيفه معززه عندنا، اللي عاوزه ربنا يكون. وده سر الشيخ عرب. سرك في بيتها بنت الناس. سلام عليكم. عليكم السلام. خير يا همام؟ عاوزاك في ايه ستنا الشيخه؟ عاوزاني في طلب. مالك؟ ماليش، بس بيقولوا كل اللي يشوفها يتعلق فيه. اللي يشوفها يا ستي، انا اتحتت معاها وانا طالع في الارض. برضو عاوزاك ليه؟ ولا سر؟ ايوه سر. واه، سر عليا انا؟ بعدين يا صلاح، بعدين كله بأوان. ونويت ميتة إن شاء الله. نويت عليه؟ على أوان يا أبو درويش. لما روحك يا صلحة، أنت مرة كبيرة عين. أتكلم لك بحراوي عشان أعجبك؟ قول لي شيخ عرب، إيه يعجبك شيخ عرب؟ قول لي. وأنا لو عايز 100 جارية تتحدث معايا بحراوي، إيه اللي يمنعني؟ إيه اللي يمنعك؟ أمنعك أنا. بأمارة إيه يا صلحة؟ فرجيني. كذا أمارة، بنت عمك ومرتك وحبيبتك وولدك. يبقى تسكتي وتوعي الحديد زين. هقول لك ايه يا همام، هتقول لي المرة دي وسوست لك وقالت لك ايه ورجعتك شارب كده ليه ولا لا؟ صالحة، هتسيبيني انام مرتاح ولا نويت تضيني؟ قول وبعدين نام على راحتك. ما هقولش وهنام مرتاح، وانت روحي نامي مع ورد اليمن. يلا هكلمك صح. وانا هتكلم صح. روحي نامي مع ضرتك، ما فيهاش رعف. خلاص قول ونام على مهلك. وانا ما ارجعش في كلامي. يلا روحي نامي هنا. يلا توكلي. ايه اللي حصل؟ اقول لك ايه، لمي روحك، هتضايقيني هسيبك وانام وحدي في اي حته. لا لا، فرشتك وقاعد اتفضل. ده بس كلام يعني، عسل. ايه اللي زعله منك؟ وانت مالك؟ واه خلاص يا بوي براحتك. ده السر جاي علي انا يا همام. ايوه، ايه هو السر ده؟ وش معنى عليك انت؟ هتتخمدي ولا ولع فيكي؟ واه باين على همام طلع روحك. طلعت روحك انت. ورد اليمن. نعم. أنا متغاظة قوي. متغاظة يبقى تقولي لي. خاتون عفريت هانم دي مالها؟ واقفة جاره الملكومة هتوسوسه. دي غلبانة قوي، ما هتقومش من على سجادة الصلاة. أيوه، بس كانت هتقول له إيه؟ وليه ما رضيش يقول لي؟ همام شهم، والمرة لو قالت له على طلب ما ينفعش يقول ويكسفها. لا بس يقول لي انا صالحة ما يداريش علي حاجة. ما انت لو سبتيه كان هيقول، هو ما يحبش حد يقول له قول. اسم الله اسم الله، الربعية هتعلم امها الرعية؟ هتعلميني يا بنت همام هيحب ايه وما يحبش ايه؟ لا بعد الشر، انا هقول على كد مخي يعني انه ما داراش، هو ما كانش عاوز يقول دلوق لانه ما يخبيش حاجة على صالحة ابدا. ايوه كده تعدلي، بس ممكن تكون قالت له ايه؟ محدش عارف، يمكن قالت له انا عاوزه اتجوزك. في مره تقول لراجل عاوزه اتجوزك؟ ايش عرفنا، مش يمكن كده في بحري. ملكومه عاوز يقضي عليك. لا، الدور ده حسيت انه هيكبرني من ساعه ما زعق مع اسماعيل، وانا حاسس انه عرف قيمتي. اشمعنى؟ حاسس كده، وقبل كده قعدني مطرحه في المجلس. عاوز تبقى شيخ عرب يا عيسى؟ عاوز ابقى بقيمتي يا رحمه، عاوز ابقى كبير وباعترافه. يلا جهزي لي حالي يا بنت عمي يا حبيبتي. اول مره تبقى راجيك كده في الكلام. عشان نفسي راضيه، اداني مقامي. ترجع بالسلامه.
حريمهم يا علي بيه. بس انا سايبهم امانه عندك وضمان يا شيخ العرب. الرجاله ما عاوزاش ضمان يا علي بيه، وانا ارجل من اخذ حريمك ضمان عندي. يا سلام، طول عمرك راجل شرف ومروءه يا شيخ همام، وده يرعاني من الاول. انا كمان طمعان في مروءتك يا علي بيه. رقبتي يا شيخ همام. خاتون هانم. خاتون هانم؟ مش فاهم. خاتون هانم حرم عثمان بيه الفقاري لجأت لي واستنجدت بي، وانا بستأذنك انك تسيبها. اسيبها؟ اسيبها لمين؟ هنبنوا لها بيت كبير في خدم وعبيد، ونسيبها براحتها تذكر ربنا. هو دي طلبها ورجاءها منك. تعرف انا قبل سفري جاي استسمحك انك تخليها هي بالذات تسافر معايا الحرب. انا مش قادر اتخيل حياتي بدونها ابدا يا شيخ همام. علي بيه، انت راجل وتعرف ان الرجولة والكرامة تقدر تعفي وتسامح مرة ما عاوزاش تقعد مع حد غصب عنها. انا لو لقيت في عين مرضي نظرة كر ما تقعدش في بيتي ليلة. طيب تسمح لي القي عليها نظرة؟ اودعها يا شيخ همام؟ تفضل يا علي بيه، بيتك ومطرحك. خاتون؟ نعم. انت صحيح مش عايزاني؟ ايوه ارجوك تعالي معايا، هعمل لك هناك بيت لوحدك. انا حسيت بالراحه هنا، ارجوك تسيبني على راحتي. عمري ما حبيت حد قدك، انت الوحيده اللي اغلى عندي من طموحي يا خاتون. سعد جهز الركائب للهوان. شاكرين ضيافتكم وشهامتكم ومرؤتكم يا شيخ همام. معاك للمنيا يا علي بيه، ما نهملكش غير هناك. والله ما يصح. من غير يمين يا بيه، تفضل. انت ما رحتيش معاهم ليه يا خاتون هانم؟ شيخ عرب همام طلب من علي بيك ان افضل هنا. يا مرحبا يا مرحبا. وعجبك السعيد انت يا هانم؟ قوي. عجبك قوي؟ يعني جوي كمان؟ يا مرحبا يا مرحبا. دي جميلة، عمري ما هنساها وهفضل طول عمري ادعي له. ادعي لنا كلنا يا حبيبتي، ادعي لنا ان ربنا يلطف بينا. سبتها ليه يا همام؟ جميلة؟ وهيكمل جميل وميتها.